مرحبا، اسمي جورج سرباي واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من AAB Academy، السلسله التعليميه اللي عم بقوم بانتاجها مع AAB World يلي بتهدف تساعد هواة التصوير يرتقوا بالفيديوهات تبعهم. بهالحلقه عم نحكي عن اهميه الصوت بالفيديوهات. الصوت فانترو صغير وبنرجع. طبعا من كل العوامل اللي بتحسن من مستوى الفيديو بيضل الصوت هو من الاهم، خاصه اكيد اذا عم نصور فيديو في حكي مثل انترفيو، مثل مقابله على الشارع، مثل اي شيء ممكن يدخله شخص عم يتكلم. الصوت جدا مهم انه يكون نقي واضح ومسموع، بس للاسف في كتير ناس بتجاهلوا موضوع الصوت وبيفكروا انه ثانوي، بينما هو بالفعل كتير 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 مهم. طبعا في عدة انواع من المايكروفونز، بكل نوع مايكروفونز في عندنا كذا براند وبكل براند في عندنا كذا موديل، بس راح اتكلم انا بشكل مختصر عن 3 انواع مايكروفونز وين بنستخدم كل واحد وباي حاله. اول نوع مايكروفونز هو اللاف مايك، اللافالير ام النك مايك ام شيرت مايك، له كذا تسميه بس كلهم بيدلوا على ذات الشيء. اللاف مايك بتستخدموه لما يكون عندكم كتير حركه بالصوره، مثلا مثل ما انا هلا عم بعمل، عم بتحرك لخلف لقدام يسار يمين ولا يمين يسار حسب انتم كيف شايفينه، بتضلكم تسمعوا صوتي بذات الوضوح وبذات المستوى. ليش؟ لانه المايك متصل فيني، والمايك نفسه متصل على ترانسميتر، والترانسميتر متصل على الريسيفر، والريسيفر موصول على الكاميرا، فصار عندنا هيك وايرلس الصوت، فيني اتنقل كيف ما بدي وبتسمعوني بذات الطريقه. طبعا اكيد عنده عده ادفانتجز، اول شيء بخلي الشخص يلي بده يتكلم مثل ما انا هلا عم بعمل ماني مضطر امسك مايكروفون بايدي، طبعا هالشيء بيعيقني انا عم بتكلم، فبخليني يكون عندي حركه مطلقه، مش بس بالحركه بس انه استخدم ايدي مثل ما انا بيناسبني. ثاني مايك راح اتحدث عنه اليوم هو الشوتجن مايك. الشوتجن مايك هو مايك بينحط فوق الكاميرا مثل ما عم تشوفوا هلا على الفيديو قدامكم. هذا المايك انا بستخدمه اجمالا لما اكون بدي اصور مقابلات مع ناس بايفنت وما بدي اخذ وقت اني احط لهم لافالير مايك ام لاف مايك مثل اللي تكلمنا عنه، فبحط المايك فوق الكاميرا، ساعتها انا قادر اخذ الصوت، طبعا منه المستحسن بس افضل من الصوت يلي بيطلع جوات الكاميرا. هذا المايك دايركشنال ام اتجاهي، يعني بياخد الصوت من اتجاه واحد. لفرجيكم بس الفرق رح انتقل هلا للصوت من المايك اللي هو الشوتجن مايك اللي محطوط فوق الكاميرا، ورح اتحرك جوات الغرفه رح تشوفوا كيف الصوت عم بيتغير مع حركتي انا. وطبعا كل ما اقترب من الكاميرا كل ما الصوت يصير اعلى، وكل ما بعد عن الكاميرا كل ما الصوت يصير اخف واخف واخف واخف. واخر نوع مايكروفون رح اتحدث عنه اليوم هو البوم مايك. البوم مايك بحاجه لمهندس صوت يكون دائما حامله على عصا او بوم، مشان هيك اسمه بوم مايك. مشكلته الثانيه كمان انه كل ما بده يتحدث شخص لازم مهندس الصوت يوجهه على الشخص اللي عم بيتكلم، والا ما رح يطلع الصوت ابدا، لانه اتجاهه لهيدا المايكروفون بعد اضيق من اتجاه الشوتجن مايك اللي بنحط فوق الكاميرا. طبعا فينا نستخدم الشوتجن مايك ونحطه محل البوم مايك، بس البوم مايكس لهم سبيسيفيكيشنز بيخلوا الصوت تبعهم اوضح انقى واجمل للفيديو. طبعا مثل الشوتجن مايك مشكلته بعد اسوأ، لانه كيف ما اتحرك بالغرفه، اذا بتشوفوا هلا كيف ما اتحرك بالغرفه الصوت رح يختفي ويرجع. ليش؟ لانه المايكروفون ثابت على بوم حاططها على ستاند انا، فاذا تحركت يمين ولا شمال ما رح تسمعوا الصوت بوضوح، لازم ضل فوق المايكروفون، ولازم المايكروفون يكون مجهني بدرجة 45 درجة لياخد أفضل نقاوة صوت. طبعا هذا المايك فيكم تركبوه من تحت الشخص اللي بده يتكلم أم من فوق حسب الفريم تبعكم. قبل ما ننهي الحلقة رح أعطيكم شوية نصايح أم تيبس كيف تسجلوا الصوت بشكل رائع ولتاخدوا أفضل نتائج. شو ما كان المايكروفون اللي عم تستخدموه، حاولوا دايما إنكم تسجلوا صوت سكوت تام داخل الغرفة اللي انتو عم تصوروا فيها. مثلا انا بالستوديو هون بسجل صوت سكوت من دون انا ما اتكلم، من دون ما يكون في اي صوت تاني، بس لاخد النويز فلور تبع الغرفة. لا بس فوت على الاديتنج سوفتوير، على فاينل كات ام على اوديشن ام على اي سوفتوير بتستخدموه، نقدر نعطي هالنويز برنت للسوفتوير وهو رح يشيل النويز من الصوت وينقي الصوت بعد اوضح. تاني تيب بعطيكم اياها، انتو عم بتسجلوا خلوا ليفل المايكروفون دايما بين -12 و -6 ديسيبلز
على الريكوردر ام على الكاميرا. طبعا خلوا الشخص اللي بده يتكلم على الكاميرا يتكلم بالصوت الطبيعي اللي هو بده يتكلم فيه، وعدلوا بالليفل التسجيل بالطالع ام بالنازل، بحيث انه كيف ما يتكلم الشخص يكون مجمل الساوند ميتر مثل ما عم بتشوفوا هلا قدامكم يكون بين ناقص 12 وناقص 6 ديسيبلز. هيدا رح يعطيكم النتائج الافضل. هي كانت حلقتنا لهالاسبوع من اي بي اكاديمي، بتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها على اكمل وجه. اذا عندكم اي سؤال بليز اتركوه بالكومنتس تحت. ما تنسوا كمان فيكم تعملوا لنا لايك سبسكرايب على اليوتيوب شانل وتكبسوا على الجرس الصغير، هيك كل ما ننزل حلقه انتم رح تعرفوا فيها اول باول. طبعا فيكم تزوروا معارضنا المنتشره بكل الكويت، ام فيكم تزوروا موقعنا aabworld.com لتشوفوا المايكروفونز المتوفره ب AAB ام اي معدات ثانيه اللي هي بخاطركم. بتمنى تكونوا استفدتوا وهالحلقه ساعدتكم تحسنوا من مستوى الصوت بفيديوهاتكم. كان معكم جورج سرباي، بشوفكم قريبا وشكرا.